السلام عليكم البنات، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ هنا تكونوا بخير حاجه ان شاء الله. معكم معايا في القناه مطبخ سميره. اليوم البنات جبت لكم واحد الايس كريم اللي كيجي رائع ولباني، كل واحد كيسميه. الايس كريم ديال الماكينه اللي كيجي زوين زوين بزاف، وكتوجدوا بدون ماكينه وسهل في التحضير، مقادير بسيطه حتى الطريقه، وكيجي غزال غزال، كيجي بحال اللي كيتباع. بقاو معايا شوفوا المقادير والطريقه ديال التحضير، وما تبخلوش عليا باللايك اللي عجبكم طبيعة الحال، بارطاجوا مع الاصدقاء والحبايب شنو الفايده، واللي معايا ما تنساش تشترك في القناه باش يوصلك الجديد، ونخليكم مع الفيديو فرجه ممتعه وجزاكم الله عنا خيرا. بسم الله تبدا على بركه الله. بالنسبه للمقادير عندي جوج صفار ديال البيض، 300 ملل ديال الحليب ما يعادل جوج كؤوس ديال العلبه، نصف كاس ديال السكر 5 المعالق ما يعادل 75 غرام، ملعقه كبيره ديال الزبده ما يعادل 25 غرام، وعندي شاسي ديال الفاني، وزوج شاسيات ديال كريم شانتي اللي كاين في 75 غرام، عندي ديال هذا اللي كيكون للفروي اللي كيكون احمر، وعندي هذا ديال اللي كيكون ابيض. كديرهم في الثلاجه ليله كامله اولا كتخليهم في المجمد باش كتنجح معكم الوصفه. غادي نردهم انايا دابا للمجمد وغادي نكمل الكريمه ديالي. كنجيب واحد الطنجره كندير فيها السكر والحليب، الزبدة، الصفار ديال البيض، وهاد الفاني اللي عنده فاني سائلة كتكون عاد أحسن. غادي نخلط مزيان. صافي دابا غنديرو على النار. صافي كنخلي الكريمة ديالي حتى غادي يتوخ معايا الحليب، كنستبر بالتحريك باش هذيك البيضه ما كتضيعناش الكريمه. بحال كريمه الباستيسري غير هذه ما فيهاش نشا ولا دقيق، في غير داك الصفار ديال البيض. صافي غير بدات تطبخ معايا هكذا كنطفي عليها. صافي الكريمه ديالي كما قلت لكم راه كتكون خفيفه لان فيها داك غير هذاك الصفار ديال البيض، ملي كتبدا تطبخ كتطفيو عليها، خصكم غير تحركوها باستمرار باش ما كدير لكمش هذاك التكتلات، هذاك البيض يطيب لكم هكذا كتجي رائعه. ما يعني ملي كتحركوها مزيان كتجي بحال هكا حليب خاطر شويه ما في حتى شي حاجه. صافي دابا غادي نصفيه. صافي كتصفيه الا في شي حاجه ديال البيض شي حاجه ما في حتى شي حاجه. دابا غنديرو البريد كما كديروه بالليل، كتخليوه في الثلاجه ولا كديروه في الثلاجه 3 4 السوايع حتى كيبرد مزيان، ولا كديروه الا كنتم مزروبين كديروه في المجمد غير واحد جوج ديال السوايع، خصو ما يجمدش ولكن يكون بارد مزيان باش كنجمع معنا الوصفه. صافي ملي بردت مزيان الكريمه ديالي غادي نقسمها على اثنين. صافي ملي قسمتها غادي نضيف لهاد الكريمه شانتي اللي حتى هي بارده، كل واحد كندير لها فيها الساشي ديالها وكنضربها مزيان حتى كتطلع معايا. صافي ملي ضربتها كي كتولي عاقده وكتجي كريميه. ملي كنضربها كتكون هذيك الكريمه بارده، وحتى هذيك كريم الشانتي كي كتجي عاقده وكتجي لذيذه بزاف، واحد اللون اللي رائع. بالنسبه للبنات اللي ما عندهمش هذاك الكريم شانتي تقدروا ديروا حتى كريمه سائله حتى هي تكون بارده، ولا كديروا اي موس اي نكهه بغيتوها. صافي دابا غادي نضرب حتى هذه اللي كتكون هكا بالفاني. صافي ملي كملت حتى هذه البيضه كي كتجي ديال الفاني كتجي رائعه البنات. صافي ملي كملت كتجيب واحد جيب حلواني وانا درتو في هاد البوق غادي نعمر فيه. صافي غنعمر فيه غادي ندير نصف اللي بالفاني بحال اللي كيتباع في جوج الوان، ونصف هاد الغوص. هاد جيب حلواني كنديروه هكا في الكؤوس بهذه الطريقه كيجي رائع البنات.
هذا في الشكل ديالو في المذاق. ثم كديروا النكهه اللي بغيتو. اول بنات الايس كريم ديالي ملي كملتو كيجي رائع، كيجي غزال غزال ما تقولكمش. زينتو هكا بشويه ديال المربى او درت عليه شويه ديال هكا ديال الحلوى اللي كتعجب الاطفال كيعشقوها، كتجي رائعه. نتوما تبقى لكم الاختيار في التزيين، كيجي غزال البنات. اما كتقدموه هكذا غير كتكملوه كتقدموه، ولا كديروه في الثلاجه الا بغيتي ديروه بحال الكويرات ولا شي حاجه. كل واحد كيبغي ياكل الايس كريم، الا بغيتو تخليوه في المجمد حتى كيجمد شويه كتعمروه في الكؤوس بحال الكويرات، تقدروا ديروا هكذا كيجي رائع البنات، كيجي زوين زوين بزاف. تقدروا تقدموه هكذا، انا غير كملته درتو في الكؤوس. شوفوا البنات القوام ديالو كيجي رائع. انا عاد يعني تعطلت عليه شويه كنت كنتصور، كيجي غزال البنات، كيجي كريمي وكيجي لذيذ لذيذ بزاف، كيجي احسن من اللي كيتباع. نتمنى تجربوه، انا متاكده غادي يعجبكم. ما تخليش عليا واللايك الا عجبكم بطبيعه الحال، وتبارطاجوا مع الاصدقاء والحبايب تاع الفائده. كنشكركم بزاف وجزاكم الله عنا خيرا. حتى الفيديو اخر ان شاء الله، والسلام عليكم في رعايه الله.